انا ما عاد اجي لعندك لو شو ما صار. وانت اسمعي شوي. شو بدك؟ شبكي مانك رايقه وقت اللي اجيتي؟ شوف مظهر، انا ماني تسلايه عندك. انت شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ ايه انا حاسستك عم تتسلى فيني وعم تكذب علي كمان. ليش بشو انا كذبت عليكي؟ امك مو مانعتك من الجواز، وانت اللي ما بدك تتجوز مظهر. ومين اللي قال لك هذا الحكي؟ اختك فهميه هي اللي قالت لي. هذا الحكي مو صحيح. لا صحيح، لما سألتها لفهمية ليش ما تجوزت لهلا قالت لي انه انت ما بدك. اختي ما بتعرف شيء. بلا، ولما قلت لها ليش امك ما بدها تجوزك قالت لي بالعكس امي بدها تفرح فيك، بس انت ما انك رضيان. كمان هذا الحكي مو صحيح. حبيبي والله انا بحبك، خلصني مشان الله وريحني، لا تخليني افكر انك شخص مو منيح. يعني انا رح اخلي فيكي وارميكي وما اقول للعالم اني متجوزه؟ اسفه حبيبي، بس انا هيك فكرت، خصوصا لما اكدت لي فهميه انه انت اللي مأجل جوازتك وامك ما دخلها. ايه شو عليه؟ ماشي بسيطه. زعلت مني؟ لا ما زعلت منك، بس هالكم يوم هتسمعي خبر جديد. عن جد؟ ايه رح اعمل لك عرس قدام كل العالم، مو مثل هلا متجوزين بالسر. الله يخلي لي اياك يا رب. ساعتك زعلان؟ لا ماني زعلان. والله انت زعلان مظهر. وردي روحي على بيتكم ولهون لا عاد تجي لحتى تشوفي امي عنكم عم تخطبك، فهمتي؟ روحي.